يقولون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إخوتي الكرام، إن الله خلقنا في هذه الدنيا كرما وتكرما وتفضلا منه وإحسانا من غير استحقاق مسبق ولا سؤال سأله أحد، ولو أن الله لم يخرج هذا الكون من ظلمة العدم إلى الوجود لما لمه أحد ولما توجه إليه بسؤال أحد. إنما تفضل وتكرم سبحانه بخلقنا وإيجادنا وإمدادنا بالنعم وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فلو فكر كل واحد منا منذ أن خلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم جنينا صغيرا في بطن أمه، يعني أنت أيها الرجل الكبير الجالس في هذا المكان، لو رجعت بذاكرتك أو حاولت أن تتذكر، والإنسان ينسى، أن الدنيا كما هي، الناس يتقلبون يمنة ويسرى، وما كنت إلا علقة دما متجمدا عالقا في رحم أمك، من حفظك من أن تسقط بحركة من حركات أمك لولا لطف ربك وإحسانه؟ من أحاطك بلطفه وإحسانه؟ هو الله ربك، ربي وربك ورب الكائنات كلها، الرب الحقيقي هو الله الذي يربيك ويعطيك حاجتك في هذا الوقت الذي لا تصل إليك الأيدي ولا تصل إليك الأخبار، ولست بمخبر أحدا ولا تستطيع سمعك وبصرك، شق سمعك وبصرك وأعطاك السمع وأعطاك البصر، أعطاك عينين تبصران بهما جميع ما حولك وهذه الكائنات تلك الألوان المختلفة من غير حول منك ولا قوة، أعطاك عينين وأعطاك أذنين وشق لك فما وجعله ذا فكين، فكا علويا لا يتحرك أبدا لأن بحركته إن تحرك يخاطر بالأعضاء المهمة، لأن العين والأنف وجميع هذه العروق اللطيفة مرتبطة به فمنع من الحركة، والفك السفلي هو الذي يتحرك، وجعل لك أنفا واحدا لكن له خرمان، وجعل بينهما غطاء حجز بينهما حاجز، وربط بين تلك الأوعية وتلك الشرايين الدقيقة بمخك، فلا إله إلا الله. كم من عجيب في صنع الله في جسدك أيها الإنسان، ولذلك قال ربنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ليس المقصود عندما يأمر الله بالنظر إلى آياته والإبصار لها النظر الطبيعي أو اللافت، وإنما المقصود نظرة تفكر واعتبار ومقارنة
قارن بين نعم الله وبين من؟ وبين إحسان الآخرين. قارن بين إحسان الله ربك وبين إحسان من أحسن إليك من المخلوقات. أو تجد لإحسان الله بديلا؟ لو قيل لك تنازل عن عين واحدة من عينيك وخذ ما تشاء من المال، أكنت قابلا؟ الجواب لا. فمن وهب لك السمع؟ من وهب لك البصر؟ من أعطاك حاسة الشم؟ ولو أخذها منك لما استطاع إليك إرجاعها أحد. من أنبت لك الأسنان وقت حاجتك وأنت قد ولدت من غير أسنان؟ إن نسيت فانظر إلى الطفل الصغير إن كان لك طفل، وإن أعوزك طفل صغير فاذهب وانظر إلى الأطفال الآخرين واعتبر. أي والله لا بأس، اذهب إلى مولود قد ولد من أيام أو من أسبوع وانظر وخذه وارفعه وقل يا ربي أكنت هكذا من غير حول ولا قوة ولا حراك لي ولا فهم ولا أسنان لي أمضغ به الطعام؟ فعلم ضعفي وأجرى لي من ثدي أمي لبنا، وقت خروج اللبن بخروجي. وسبحان الله، أمي لم يكن بها لبن إلا حال خروجي من بطنها. من وقت خروج هذا اللبن بخروجك أيها الضعيف المسكين؟ إذ علم ربك أن أكل الكبار كاللحم والرز والطماطم والخيار ليس بصالح لك، فأتى لك من ثدي أمك لبنا. وهذا اللبن من أين مصدره؟ من صانعه؟ الله ربك، ليس بصنع البشر. أمك لا تصنع اللبن، ولا يشترط أيضا أن تشرب لبنا.